بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج فتاوى. بإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم التي تصلنا تباعا على جوال البرنامج، نعرضها على ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات. حياكم الله وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم بما ورد إلى البرنامج من سؤال. السائل يقول: يا شيخ وفقكم الله، أنا والحمد لله محافظ على الصلاة والعبادات، وقد أديت مناسك الحج والعمرة، ومع ذلك لا أشعر بحلاوة الإيمان، فبماذا تنصحونني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يسأل عن حلاوة الإيمان، ولا شك أن حلاوة الإيمان مطلب للمسلم، ولذلك بينها النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. كما أيضا جاء عند مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وأيضا جاء عند الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب في الله، ومن أبغض في الله، ومن أعطى لله، ومن منع لله، فقد استكمل الإيمان. هذه الأحاديث بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بحلاوة الإيمان، ولذلك كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. فحلاوة الإيمان يجدها المسلم في تطبيقه لهذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فمحبة الله تقتضي إفراده بالعبادة وعدم الإشراك به، وأيضا تقتضي محبة النبي عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا حقق المسلم هذا الأمر فقد حقق الشرط الأول، وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. الشرط الثاني: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ولذلك جاء في الحديث الآخر حديث أبي أمامة: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فهذا لا شك أنه مقياس مهم جدا يبين للمسلم ما يتعلق بحلاوة الإيمان وكيف يحصل عليها من خلال المحبة. فإذا أحب المرء لله لأنه طائع لله، وأحبه فقط لما يترتب على ذلك من الأجر العظيم في القرب منه، خاصة إذا كان من الصالحين، فلا شك أن هذا يدخل في المحبة لله. وأيضا المحبة التي تكون سواء للوالدين أو للإخوة أو للأقارب، أن تكون هذه المحبة لله سبحانه وتعالى خالصة له، فهذه أيضا داخل في هذا الباب. ولكن إذا كانت المحبة لأمر دنيوي وليست لله، فإنه يفقد هذا الشرط المهم الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث: أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا أيضا ينطبق على المعاصي، فإن المسلم إذا تاب من المعصية فإنه عليه أن يكره أن يعود إلى هذه المعصية كما يكره
أن يقذف في النار. فهذا مقياس فيما يتعلق بالتوبة. فإذا حقق المسلم هذه الشروط الثلاثة فإنه سوف يحقق الحلاوة التي يطلبها. ولذلك على المسلم أن يجتهد في قراءة القرآن وأيضا المحافظة على الأذكار، كل هذه الأمور تعين المسلم على تحقيق حلاوة الإيمان. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر بارك الله فيكم. هذا يقول: ما ضابط الحركة الجائزة في الصلاة، علما أن بعض الناس يقول من يتحرك ثلاث حركات في الصلاة بطلت صلاته، هل هذا صحيح يا شيخ؟ بالنسبة لهذا القول، ورد هذا القول عن بعض أهل العلم، لكنه هذا القول غير صحيح. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث قتادة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة بنت زينب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام. أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أسماء رضي الله عنها عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت له الجنة فتقدم خطوات، ثم عرضت له النار فتراجع عليه الصلاة والسلام خطوات. فهذه حركة في الصلاة حصلت من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح لعائشة الباب وهو في صلاته، فأخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها عندما جاءت ففتح النبي عليه الصلاة والسلام لها الباب وهو في الصلاة. هذه الأمور جميعها تدل على جواز الحركة في الصلاة لحاجة. إذا كانت الحركة لحاجة جازت هذه الحركة على قدر هذه الحاجة. ولذلك جاء أيضا في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر بقتل الأسودين، فأمر عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أبي داود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة قال: اقتلوا الأسودين الحية والعقرب، قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، فأمر بقتلهما في الصلاة. ولذلك إذا جاءت الحية أو العقرب وأيضا إذا هاجمت، خاصة إذا هاجمت المصلي، فعلى المسلم أن يقتلها وهو في صلاته، فتجوز الحركة في هذه الحالة. وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام على قدر ما يقوم بقتل سواء الحية أو العقرب. فهذه الحركة جائزة للمسلم أن يتحرك من أجل الصلاة. أما الحركة الزائدة التي ليست لها علاقة بالصلاة وكثرة العبث، فهذا لا شك أن أهل العلم ذكروا أنه إذا كثرت هذه الحركة فإن الصلاة تبطل في هذه الحالة. ولذلك نجد أن البعض ربما يستخدم الجوال وغيره في صلاته. ولذلك نقول أيضا من مصلحة الصلاة أحيانا ربما ينسى المصلي الجوال في جيبه وهو ولم يغلق، ففي هذه الحالة إذا صدر الصوت من الجوال فإنه لا حرج أن يقوم بإغلاق صوت الجوال من أجل المصلحة العامة حتى لا يشوش على المصلين، فهذه الحركة تكون لحاجة. فالحركة إذا كانت لحاجة مثل أن وجد فرجة أمامه في الصف يتقدم فهذا نوع من الحركة. كذلك أيضا إذا ذهب وخرج أحد المصلين عن يمينه أو عن يساره واحتاج إلى أن يتم أو يكمل الصف فلا حرج في هذه الحركة. فالحركة التي تكون لحاجة لا حرج فيها، أما الحركة الكثيرة فإنها كما ذكر فإنها تبطل الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم وعثابكم الله. متواصلين معكم أيها الإخوة، وأذكركم بجوال البرنامج للتواصل 0501785536. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أصلي النوافل بعدما صليت الوتر بعد صلاة العشاء، علما بأن أحد الإخوان قال لي لا يجوز أن تصلي بعدما أوترت واحتج بحديث اجعلوا آخر صلاتكم وترا، نرجو الإيضاح. نعم، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر بذلك ابن عمر رضي الله عنهما من حديث مما رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يكون آخر صلاتهم من الليل وترا، فأمرهم بالوتر في آخر صلاة الليل. ولكن ثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة
رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر ركعتين، وثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من موضع أنه صلى بعد الوتر. ولذلك إذا صلى المسلم في أول الليل الصلاة ثم أوتر ثم وجد نشاطا في آخر الليل فلا حرج أن يصلي ركعتين، وهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بعد الوتر ركعتين، فلا يحرم نفسه. ولذلك البعض يحرج على الناس ويضيق عليهم في مثل هذه المسألة، وخاصة في رمضان عندما يصلي المصلي مع الإمام ويوتر معه، ثم البعض تجده يأتي بركعة إضافية، أو أن البعض لا يوتر لا يكمل الصلاة مع الإمام، فهذا لا شك أنه خطأ، ولذلك عليه في هذه الحالة أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف الإمام، وإذا وجد نشاطا ووقتا للصلاة فإنه يصلي بعد ذلك ولا حرج عليه. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود بمشيئة الله تعالى. أهلا وسهلا بكم، ونجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا السائل يقول: أنا رجل أبلغ من العمر 75 عاما وقد أفطرت في شبابي بعض الأيام ولا أعرف عددها، الآن أنا كبير في السن ولا أقدر على القضاء، فماذا أفعل بارك الله فيكم؟ نعم، بالنسبة للأيام التي لم يستطع أن يحددها فإنه عليه أن يقدر هذه الأيام، فإذا قال 9 أو 10 أيام يأخذ بالأحوط في ذلك فيقدرها 10 أيام، فالواجب عليه هو أن يقضي هذه الأيام. ولكن إذا لم يستطع لكبر سنه أو لمرض مزمن لا يرجى برؤه فإنه في هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: يا شيخ عبد السلام، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة سنة الوضوء وما عدد ركعاتها؟ وهل إذا صلى المصلي نافلة الظهر مثلا هل تسقط عنه ركعتا الوضوء؟ جزاكم الله خيرا. نعم، ثبتت هذه السنة، سنة الوضوء، جاء ذلك من حديث عثمان رضي الله عنه عند مسلم أنه رضي الله عنه أمر بوضوء فتوضأ نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ووصف هذا الوضوء، ثم بعد ذلك قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بمثل هذا الوضوء، ثم قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال بعدما توضأ: قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث العظيم فيه أجر عظيم لهذه السنة فيما يتعلق بركعتين بعد الوضوء، فلا شك أن أجرهم عظيم، فإن أخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إذا صلى واشترط أن لا يحدث فيها نفسه فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، يتوضأ مثل نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ويحسن الوضوء ثم يقوم ويركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يحصل له هذا الأجر العظيم أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، ولا شك أن هذا أجر عظيم. كذلك ثبت أيضا من حديث عند حديث بلال رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث أبي هريرة، أنه عليه الصلاة والسلام عندما رأى بلالا رضي الله عنه أمامه في الجنة فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فسأله عليه الصلاة والسلام يقول: حدثني يا بلال بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال له رضي الله عنه، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أرجى عمل أجده إنني إذا توضأت الوضوء فإني أصلي بهذا الوضوء ما شاء الله لي أن أصلي. فكان هذا العمل الذي كان يقوم به بلال رضي الله عنه هو يدل على سنة الوضوء، فكان إذا توضأ صلى ما شاء أن يصلي بهذا الوضوء، فهذا أيضا فيه دلالة واضحة على الأجر العظيم على هذا الأمر، وهو
ما يتعلق بسنة الوضوء. والسائل يقول يسأل عن هل تسقط هذه؟ أنا أقول أن هذه تجزئ إذا صلى إذا توضأ بنحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى بهذا الوضوء، صلى سنة الراتبة سواء للظهر أو للمغرب أو العشاء، أو أنه صلى بها صلاة الضحى، فإنه قد حصل المقصود من ذلك ويرجى له الأجر في ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا سائل آخر يقول: ما حكم من كان مريضا ودخل عليه شهر رمضان المبارك الماضي ولم يصم ثم مات بعد رمضان، فهل يقضى عنه أم يطعم عنه؟ بالنسبة للمريض إذا أفطر في رمضان بسبب مرض ثم مات بعد رمضان ولم يشفى من مرضه فإنه لا شيء عليه، لا صيام ولا كفارة بالنسبة لصيام وليه عنه، لأنه ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات وعليه صيام فإنه يصوم عنه وليه. فهنا في هذه الحالة لا صيام عليه ولا عليه شيء. فأما إذا حصل له المرض في رمضان ثم شفي بعد رمضان وتأخر في القضاء، فإنه في هذه الحالة لوليه أن يصوم عنه، وإذا لم يستطع وليه أن يصوم عنه ففي هذه الحالة يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. نعم. والإطعام يكون بنصف صاع والمقدر بكيلو ونصف يعطى للمسكين. نعم. بارك الله فيكم شيخ. أنتقل إلى سائل آخر يقول: أخذت من والدي سيارة تقدر قيمتها بمبلغ قدره 30,000 ريال، وقلت له أعطيك 35,000 ريال عوضا عنها، فهل هذا ربا أم لا؟ وهل الحكم واحد لو كان الشخص غير والدي؟ لا حرج على المسلم بأن إذا اقترض مالا أو اقترض سيارة أو غيرها أو اشترى وأعطى أكثر مما يجب عليه في هذا العقد فلا حرج له في ذلك، فهذا من باب الإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من حديث أبي أمامة عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن خياركم أحسنكم قضاء. فأقضى النبي عليه الصلاة والسلام عندما قضى للرجل عندما كان يريد أن يقضيه ببكرة، فرد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل منها له، وأمر أبو أمامة بأن يقضي بأفضل من ذلك، ثم ذكر الحديث: إن خياركم أحسنكم قضاء، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الحالة عندما أخذ من والدي هذه السيارة ثم قام بإعطائه أكثر من هذا المبلغ فلا حرج في ذلك. ولكن الذي يقع فيه البعض في مثل هذه المسألة أو قريب من هذه المسألة أن البعض يزيد في المبلغ في حالة التأخر، فيشترط عليه أنه إذا تأخر إذا تأخر عن الوفاء في الدين فإنه يقوم بالزيادة، يقول: إذا تأخرت فإن عليك أن تدفع أكثر من هذا المبلغ. هذا لا يجوز، هذا يدخل في الربا. نعم. أثابكم الله الشيخ عبد السلام. هذا يقول: ورد حديث: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فإذا مات المسلم وعليه دين فهل يقضي عنه الأبناء؟ وإذا لم يكن له تركة فما العمل ماجورين؟ بالنسبة لما يتعلق بالميت فإن ما يجب على الورثة بعد وفاة ميت فإن في هذه الحالة عليهم في أمور مهمة. أولا عليهم أن يخرجوا من تركته ما يتعلق بتكفينه ودفنه، ثم بعد ذلك يقومون بالوفاء بما عليه من الديون، ثم بعد ذلك تنفيذ الوصية، ثم تقسم بعد ذلك التركة. فلا بد أولا من ما يتعلق بالدفن، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالوصية، ثم بعد ذلك بالديون، ثم بعد ذلك الوصية، ثم يأتي بعد ذلك ما يتعلق بتوزيع التركة. أما ذلك فالله سبحانه وتعالى بين ذلك عندما قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فبين الله سبحانه وتعالى قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين، فيقدم الدين على جميع هذه الأمور. فالواجب في هذه الحالة أن
يقوم الورثة بسداد الدين لميتهم. ففي هذه الحالة إذا كان لا يوجد عندهم استطاعة للوفاء فإنه لا يجب عليهم، لكن يكون هذا من باب الإحسان، من باب البر، خاصة إذا كان الوالد أو الوالدة وكان عليه دين، فإن هذا لا شك أنه من البر لوالده بأن يقوم بسداد هذا الدين عنه، ولكنه لا يجب على الورثة سداد هذه الديون. نعم. أثابكم الله الشيخ عبد السلام. هذا سائل آخر يقول: والدتي أرضعت ابن خالتي 6 أيام، في كل يوم جلسة، وتقول والدتي: أخشى أنه لا يشبع في الجلسة الواحدة، هل يكون بتلك الرضاعات أخا لي؟ إذا كانت والدته قد أرضعت هذا الطفل 5 رضعات، وهذه الرضعات تكون بأن يلقم الثدي هذا الطفل ثم يتركه 5 مرات ولو في جلسة واحدة، فيلقب الثدي ويتأكد أنه وصل شيء من الحليب في جوفه ثم تركه ثم رجع مرة ثانية إلى 5 رضعات بهذه الطريقة، فإن هذا هو الرضاع المحرم. ففي هذه الحالة إذا حصل هذا الأمر، والسائل يقول أكثر من 6 أيام، فهذا لا شك أن إذا حصل الرضاعة، والمقصود الضابط في ذلك هو أن تكون 5 رضعات، وفي كل مرة يترك الطفل الثدي ويرجع له مرة أخرى بشرط أن يدخل في جوفه شيء من الحليب ولو لم يشبع، لا يشترط في ذلك أن يشبع في كل رضعة، ولكن الذي يشترط أن يدخل في جوفه شيء من الحليب، ففي مثل هذه الحالة يحصل الرضاع ويكون أخا لك في هذه الحالة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: شاب يريد أن يتزوج ويحتاج إلى المساعدة لاستكمال أمر الزواج، فهل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة؟ نعم، يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. فالمحتاج إلى الزواج وليس عنده استطاعة للزواج فيجوز لك أن تعطيه من الزكاة، فهو يدخل في ما أخبر به الله سبحانه وتعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهو يدخل من ضمن الفقراء والمساكين الذي يجوز له أن يعطى من الزكاة. وأيضا ما يتعلق بالزواج، فإن أيضا ذكر أهل العلم أن من احتاج إلى الزواج فإن على وليه سواء الأب أو غيره، فإنه يجب عليه، ذكر أهل العلم أنه يجب على والده وعلى وليه أن يزوجه إذا كان مستطيعا لذلك، فلا يتركه، فيجب عليه في هذه الحالة. فلذلك إذا لم يجد من يساعده ويعطيه سواء من أب أو غيره، فإن في هذه الحالة يجوز له أن يأخذ من الزكاة من أجل الزواج. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. آمين. بارك الله فيكم ونفع بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وأعمالكم آمين. خالصة لوجهه سبحانه. أيها الإخوة والأخوات، لهنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله سليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.